السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج ديسكفر برايمري 2 او الصف الثاني الابتدائي ترم 1 الترم الاول، وكنا انهينا المرة اللي فاتت الشرح حتى نهاية ليسون 4 في شابتر 2 helping my habitat او مساعدة موطني، والنهاردة هنبتدي نشرح lesson 5 في page 124 human changes او التغيرات التي يحدثها الانسان في البيئة. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا page 124 او صفحة 124 عنوانها human changes. human يعني البشر او الانسان، وchanges التغيرات. هنا بيكلمنا عن التغيرات اللي بيعملها الانسان في البيئة او في الهابيتات او في الموطن، في مكان المعيشة اللي هو قاعد فيه، علشان يخلي المكان ده افضل ويبقى مناسب لحياته بشكل احسن. وهنا بيقول لنا look at the picture، انظر على الصورة. what do you notice، what do you notice، انت لاحظت ايه؟ فهنا جايب لنا الخريطة او الماب بتاعت ايجيبت بلدنا الحبيبة مصر، وجايب لنا هنا في وسط الخريطة طبعا ده الريفر نايل او نهر النيل، وهو ماشي في وسط مصر بلدنا الحبيبة. وهنا بيقول لنا طبعا ده الريفر نايل او النايل ريفر، وهنا اسوان هاي دام او سد اسوان السد العالي، وهنا ليك ناصر او بحيرة ناصر. هنا بيعرفنا ان الايجيبشن بيبل او المصريين قاموا ببناء السد العالي اللي هو الأسوان هاي دام ده، علشان خاطر يحموا المية بتاعت نهر النيل بدل ما هي بتفضل تجري من في مصر كده وبعدين توصل في النهاية للبحر المتوسط وتنزل في البحر ما نستفادش بيها. احنا عرفنا ان زمان كان بيحصل حاجة اسمها النايل فلاد او فيضان النيل. النايل فلاد او فيضان النيل ده كان النهر بتاع النيل بتاعنا ده، كان نهر النيل بتاعنا الجميل ده بيحصل فيه فيضان، المية فيه بتزيد قوي وبتعلى قوي، فبتغرق بعض الأراضي اللي حوالين نهر النيل، والمية دي كلها بتروح على مصر لأنها بتفضل تجري في نهر النيل لحد ما تنزل في البحر المتوسط اللي هو فوق ده. وكانت المية دي بتروح علينا، الناس ما كانتش بتلحق تستفيد بالمية دي في ان هي تزرع اراضي جديدة او ان احنا نستخدمها ونخزن منها مية نشرب منها او نخزن منها مية نستخدمها في حياتنا، فكانت المية بتروح على الفاضي. والمية الكتيرة اللي كانت في الفلاد ده او في الفيضان ده بتروح على المصريين، فاحنا فكرنا وقلنا لا، احنا نعمل هاي دام او سد عالي، ونعمل وراه بحيرة كده كبيرة اسمها ليك ناصر، بحيرة ناصر، نخزن فيها المية الزيادة بتاعت الفلات دي، وبعدين نقدر نستخدم المية دي في ان احنا نزرع اراضي جديدة، نزرع زراعات جديدة ومحاصيل جديدة ناكلها ونشرب منها ونستخدمها، وفي نفس الوقت يبقى عندنا المية بتاعتنا ما تروحش علينا وتنزل في البحر المتوسط. فده يعتبر change او تغيير الانسان او الهيومن عمله في الهابيتات او في الموطن بتاعه علشان يخليه احسن. فهنا بيقول لك why do human build dams، ليه البني ادمين build dams، بيبنوا السدود. وبيقول لك هنا قلنا سببين، اول حاجة ممكن نقول to control the flow of water، to control the flow of water، او ان هم يسيطروا على تدفق المياه. وتاني حاجة to stop flooding علشان يوقفوا الفيضان. زي ما قلنا الفلادنج ده او الفيضان ده كان بيغرق الاراضي حوالين نهر النيل وبيأثر على بيوت الناس وعلى اراضيها والمية بتروح على الفاضي، فهم كانوا عايزين يعملوا كنترول او يتحكموا في الووتر فلو او في تدفق المياه، وكمان يعملوا ستوب للفلادنج او يوقفوا الفيضان ده، وبالتالي المية ما تروحش على الفاضي. طب يقول لنا هنا how did the Aswan Dam change the Nile River، how did the Aswan Dam change the Nile River، ازاي سد أسوان ده غير نهر النيل. describe what you see in the picture، describe يعني اوصف، what you see in the picture، انت شايف ايه في الصورة. فهنا طبعا هنقول
The dam is a barrier across the water that can be open and closed. السد ده هو حاجز في وسط المية ممكن نفتحه ونقفله. This allows people to control how much water passed through. ده بيخلي ده بيسمح للناس ان هي تتحكم في كمية المية اللي بتعدي. ونروح للبيج اللي بعد كده خليكم معايا. وفي بيج 125 او صفحة 125 بيقول لنا هنا human impact on habitats. human impact يعني تأثير البشر تأثير البني أدمين on habitats, on habitats على الأماكن بتاعة المعيشة بتاعتهم على المواطن بتاعتهم. فبيقول لنا هنا think about فكر في how the Aswan Dam changed the Nile River and answer the questions below. يعني فكر ازاي سد أسوان السد العالي غير نهر النيل واجب على الأسئلة اللي موجودة بالأسفل. فبيقول لنا هنا what do you think ايه اللي انت تعتقده the Nile River looked like before the Aswan Dam was built. شكل نهر النيل كان عامل ازاي قبل ما نبني سد أسوان او السد العالي. فهنقول مثلا before the dam was built the river behind the dam looked very much like the river in front of the dam. يعني كان نهر النيل وراء السد العالي او في المكان اللي كان اللي موجود فيه السد العالي ده قبل منه كان شبهه جدا نفس الشكل بتاعه بعد المكان بتاع السد العالي. يبقى مرة تانية before the dam was built the river behind the dam looked very much like the river in front of the dam. وبيقول لنا هنا draw a picture ارسم صورة of what you think اللي انت بتعتقده the Nile River habitat was like before Lake Nasser was formed. كان شكل نهر النيل ازاي قبل ما نعمل بحيرة ناصر. What plants and animals may have lived there. ايه انواع النباتات والحيوانات اللي عاشت هناك. يبقى هترسم طبعا قبل ما نعمل بحيرة ناصر وقبل ما نبني الهاي دام او اسوان هاي دام احنا كان بيجي مع الفيضان او الفلود ده بعض الانيمالز او الحيوانات زي مثلا الكروكودايلز او التماسيح كانت بتيجي مع المياه الكتيره بتاعت نهر النيل. وكمان كان بيجي في نباتات كتيره بتبقى موجوده كده من غير ما البني ادمين يزرعوها ومكانتش بتبقى صالحه للاكل اغلبها مش صالح للاكل بيبقى موجوده حوالين نهر النيل. فنرسم زرع ونرسم بعض الحيوانات زي الكروكودايل والسنيكس او التعابين وهكذا دي انيمالز وبلانتس كانت موجودة قبل ما نبني الأسوان هاي دام ونعمل الليك ناصر او بحيرة ناصر. طب نمبر 3 بيقول لنا draw a picture ارسم صورة of how you think اللي انت تعتقده the habitat changed after Lake Nasser ازاي الموطن او المكان اتغير بعد بحيرة ناصر was formed تم عملها. What plants and animals may live there now. ايه بقى انواع الحيوانات والنباتات اللي موجودة دلوقتي. هنرسم مثلا الإيجرت او ابو اردان صديق الفلاح ونرسم مثلا هيربس او اعشاب موجودة وهنرسم جراس او عشب كمان كل ده ممكن يكون موجود دلوقتي عادي خالص وتريز واشجار ونباتات موجودة في الهابيتات دلوقتي بس مش موجود بس المفروض ان هو مش هيبقى موجود كروكودايلز او تماسيح او سنيكس بالشكل اللي كان موجود زمان قبل ما نعمل أسوان هاي دام أو نعمل الناصر ليك زي ما قلنا من شوية. طبعا هنا بيقول لنا vocabulary 4 أو المصطلح رقم 4 اللي احنا نتكلم عنه بيقول لنا هنا think about your own definition for the new word complete the chart. قول تعريفك للكلمة الجديدة وأكمل الجدول. vocabulary word او الكلمة اللي احنا بنتكلم عنها your definition تعريفك والillustration الillustration او الرسم التوضيحي. طبعا احنا هنتكلم دلوقتي عن الستيوارد ستيوارد او الشخص المساعد الشخص المنظم اللي بيساعد وينظم البيئة والهابيتات الموجود هو فيه والهابيتات اللي هو عايش فيه. ف your definition مثلا هنعرف الستيوارد او الشخص ده
بأن هو is someone who takes care of the environment. Someone who takes care of the environment هو شخص بيعتني بيهتم بالبيئة. ونرسم illustration هنا، نرسم شخص مثلا بيحافظ على البيئة، مثلا شخص بيروي النباتات، بيعمل watering للplants، وبينظف المكان اللي هو عايش فيه. وهنكتب هنا بيقول لنا في الآخر sentence using the vocabulary word. Sentence using the vocabulary word أو جملة نستخدم فيها الكلمة الجديدة دي، فنقول steward is someone who takes care of the environment. Steward is someone who takes care of the environment أو هو شخص بيهتم وبيعتني بالبيئة اللي هو عايش فيها. ونروح على page 127 أو صفحة 127. وعنوانها being a good steward. Being a good steward أو أن أنت تكون شخص مساعد ومنظم للبيئة اللي أنت عايش فيها بشكل جيد. فبيقول لنا هنا read the story، اقرأ القصة. Look at the picture، انظر على الصورة. Think about the picture، فكر في الصورة. As you read، اللي أنت زي ما أنت قريتها بالضبط. Circle the word you do not know، ضع دائرة حوالين الكلمات اللي أنت مش عارفها. فبيقول لنا هنا نور and حسام walk to school. نور وحسام ماشيين رايحين المدرسة. حسام says، حسام قال today I watered our plants، أنا النهاردة سقيت النباتات بتاعتنا بالمية. I must water them often، أنا دايما بسقيهم بالمية. نور thinks، نور فكرت about what حسام said، في الكلام اللي قاله حسام. Then نور says، وبعد كده نور قالت we are learning the engineering design process، احنا بنتعلم عملية التصميم الهندسي in school، في المدرسة. I will design a product، انا هصمم a product، منتج to water the plants for you، يسقي النباتات ويساعدك في عملية انه انت تسقي النباتات بالمية. حسام asks how do you do that، how do you do that، ازاي هتعملي ده. فنور says، نور قالت I ask how can I help water the plants، انا بسأل ازاي ممكن اساعد في ان احنا نسقي النباتات. Then I think of ideas، وبعد كده بفكر في الاراء المختلفة. يعني هي بتقعد هي وزمايلها في الكلاس روم وبتسأل سؤال وهم كلهم بيفكروا مع بعض، فبتسألهم ازاي ممكن نساعد في ان احنا نووتر البلانتس او ان احنا نسقي النباتات. فكل واحد هيقول لها an idea او رأي او فكرة، وهي think of ideas دي او تفكر في الاراء دي علشان يوصلوا للفكرة السليمة. Then what happens، بعدين بيحصل ايه؟ asks حسام، حسام بيسأل، فهي هترد عليه وهتقول له then I make a plan، انا بعد كده بحط خطة. I draw the design، انا برسم التصميم. I measure it، انا بقيسه. نور says، نور بتقول كده. Then I build it for you، بعد كده أنا هبنيه ليك، أنا هعمله ليك. Then I take it home، بعد كده أنا هاخده البيت. حسام asks، حسام بيقول لها بعد كده أنا هاخده البيت، فهي هترد عليه وهتقول له not yet، ليس بعد. I do an experiment، أنا بعمل تجربة to make sure it works، إن هو فعلا شغال ومش هيدور البيئة اللي انت عايش فيها. I improve it، بعد كده هطوره، هعمله تطوير لو هو مش شغال بشكل سليم. If I can، لو انا استطيع يعني. Then you can take it home، بعد كده ممكن انت تاخده البيت معاك. Noor says smiling، نور بتقول ده وهي مبتسمة. يبقى الستبس بتاعت الانجينيرينج ديزاين بروسيس او ان احنا نعمل عملية تصميم هندسي، بتبدأ بالايديا او الفكرة، وبعدين الماتيريالز اللي احنا عايزينها علشان ننفذ الايديا دي او الفكرة دي، وبعدين اللي هي المواد يعني، وبعدين البلان او الخطة اللي احنا هنحطها علشان نستخدم الماتيريالز دي او المواد دي، وبعدين نبلد الحاجة اللي احنا بنعمل لها ديزاين، وبعدين نجربها، ولو جربناها لانها عايزة يحصل لها امبروف او تطوير نعمل لها امبروف او تطوير او تحسين. فهي دي الستبس بتاعت الانجينيرينج ديزاين بروسيس او عملية التصميم الهندسي، وبيعرفنا المراحل بتاعتها دلوقتي. هنا طبعا في page 128 بيقول لنا my research question
او الاسئله بتاعه البحث بتاعي. فبيقول لنا هنا choose a question او اختار سؤال to research علشان تعمل عليه بحث. record the answers you find, اكتب الاجابات اللي انت لقيتها. فmy question is, السؤال بتاعي هو how can I attract birds to my garden. How can I attract birds to my garden؟ ازاي انا اجذب الطيور للحديقة بتاعتي؟ ده السؤال اللي انا ممكن اسأله. انت ممكن يكون عندك سؤال تاني تسأله بالشكل بتاعه بالطريقة بتاعتك. المهم ان ده سؤال انا بفكر فيه دلوقتي، ازاي اجيب الطيور واجذبها للجاردن بتاعتي. فالاجابات بتاعتي مثلا بيقولك now I know، انا دلوقتي عارف ان مثلا انا ممكن اعمل ايه. Put some seeds in a plate. Put some seeds in a plate for birds to eat. إن أنا ممكن أحط بعض البذور للطيور في طبق علشان تأكلها، فبالتالي هتيجي الجاردن بتاعتي. ممكن أعمل إيه كمان؟ ممكن أعمل make a bird house or nesting box. ممكن أعمل لهم bird house or nesting box، حاجة زي العش كده يجوا يقعدوا فيها في أي وقت، مثلا على أي شجرة موجودة عندي في الجاردن. ممكن كل واحد فيكم يكون عنده سؤال تاني وإجابات تانية. المهم إن يكون عندك question أو سؤال ويكون عندك answers أو إجابات تكتبها هنا. بعد كده بيقول لك في الآخر this helps me attract or protect animals because، ده بيساعدني إن أنا أعمل attract، إن أنا أجذب or protect أو أحمي animals الحيوانات because، لأن I provide them، أنا بوفر لهم food اللي هو الseeds اللي أنا قلت إن أنا هحطها لهم في plate، and food and shelter لأن أنا بوفر لهم الطعام والمأوى اللي هو الفود اللي هو seeds اللي أنا حطيتها لهم في plate، والshelter اللي هو البيرد بوكس أو النستنج البيرد هاوس أو النستنج بوكس اللي أنا قلت عليهم من شوية. أنت ممكن يكون عندك إجابة تانية برضو. وبكده نكون أنهينا page 128 وانهينا معاها lesson 6 وانهينا درس النهاردة. اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس. لو عجبك الدرس اعمل لايك. اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. الاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان. انا سايب لكم اللينكس بتاعتها في ديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.